ما هو قولك فيما هو منسوب إليك بتهمة الشروع في قتل كريم عزيز؟ في محضر مثبت بالواقع أن الرصاصة خرجت بالخطأ دفاعاً عن شخص عازل. ممكن توضح لنا مين هو الشخص ده؟ مريم هارون الملكي. وكنت فين الساعة 11 بالليل يوم الاثنين ساعة لما لقوا كريم عزيز؟ بالصدفة كنت مع مريم هارون الملكي برضو. يتم استدعاء مريم الملكي بصفتها الشهيدة الوحيدة، ولا كان في حد تاني معاكو؟ لا هي بس. يقفل المحضر في ساعته وتاريخه، ويتم إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته لحين سماع الشهود. تفضل. يلا بينا يا حبيه. أنا آسف يا يحيى. آسف على إيه يا مراد؟ أنت بتعمل شغلك. أنا لو مكانك كنت هعمل كده. عموماً شكراً. العفو. إن شاء الله الأمور تتصلح وكل حاجة ترجع زي ما كانت وترجع تنور مكانك تاني. إن شاء الله. مع السلامة. سلام.